مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. صباح الخير وسلام للجميع. طبعا لسه احنا في المنزل قاعدين، جو حلو شوية، حبيت أطلع وأحكي معكم عن موضوع مهم. يمكن كتير سمعتوا عن موضوع الكورونا وشو راح يصير بعد الكورونا وكيف راح نرجع، وكنا يعني صار عندنا تقريبا قناعة إنه ما حترجع الأمور كما كانت قبل الكورونا، وهذا أكيد يعني 100%. اليوم شفت طبعا خبر في منطقة كيبيك عنا أعادوا المدارس، مدارس الأطفال، عشان الأطفال يرجعوا للمدارس ويرجع الأمور تمام. أعادوا الأطفال الصغار واكتشفوا حالة مشتبه بها أنها تكون كورونا، يمكن عنده حرارة، لسه مش متأكدين، لولد كان موجود في المدرسة. فالعجلة في الموضوع كانت قد تكون مشكلة كبيرة، وللأسف طبعا الآن الحكومة عم بتحاول إنها تجد الحلول الأخرى، لأنه يعني essentially يعني عاجلا أم آجلا رح ترجع الحياة لطبيعتها ورح نرجع نفتح، بس شو الطريقة، متى، كيف، هذه كلها الأسئلة اللي عم بتدور الآن في خيال أي سياسي. أنا شفت فيديو عجبني كتير عن الأطفال لما رجعوا بالصين، بس قبل ما نرجع أوديكم ورجيكم الفيديو هذا، حلو كتير كيف عم بعقموهم وبعلموهم كيف يتعقموا والأمور هاي. بدي أحكي لكم شغلة، إنه للأسف اليومين الماضيين كان طبعا مدينة ووهان لمدة طويلة سجلت عدد حالات صفر، يمكن لهم شهر شهر ونص. فتحت المدينة في 8 أبريل أو شهر 4، وإلى اليوم إحنا تقريبا 15/5 المدينة ما في عندهم حالات. قبل يومين بدأوا يسجلوا حالات مش جايين من برا، حالات داخلية، وهذا جاب الخوف لحكام المدينة أو حاكم المدينة والمقاطعة. والآن قررت مدينة ووهان إنه يعملوا فحص لعشرة مليون شخص خلال 10 أيام. 10 مليون شخص خلال 10 أيام، هل حتستطيع الصين تقوم بذلك؟ هذا سؤال ببين بعد 10 أيام، مش حندخل فيه. بنوا مستشفى بعشر أيام، بس فحص 10 مليون شخص بعشر أيام شيء مش بسيط، بده قدرات مالية وبده معدات وبده طبعا كادر طبي وبده أجهزة ولاب وقصص يعني، فالموضوع موضوع كبير. حنشوف نتيجته خلال 10 أيام، هل راح يفصلوا؟ طبعا شو الخوف انها تكون هاي الموجة الثانية اللي حكوا عنها، وزي ما حكينا انه هذا الفيروس وزي باقي الفيروسات ممكن يجي على موجات، الخوف انه يكون الموجة الثانية، والخوف الاكثر انه يكون في ناس كتير لسه اللي هم بيحكوا عنهم asymptomatic، اللي هم ما عندهم اي اعراض. هدول المشكلة الكبرى اللي خايفين منهم في كل العالم، لانه زي ما حكينا في حوالي 30-60% حسب الإحصائيات، 30-60% ما بظهروا أعراض، ما بعرف أصلاً إنه مريض، يعني بكون عادي بروح وبيجي بشيء طبيعي. فهدول الخوف لأنهم ناقلين للمرض. الآن راح تبين النتائج خلال 10 أيام، إن شاء الله هحدثكم أول ما تطلع النتائج ونعرف شو نتيجة هذا الفحص وشو الأعداد اللي طلعت في الصين. لكن إلى الوقت هذاك نستودعكم الله ونقول لكم تابعوا هذا الفيديو، كيف رجعوا الطلاب على المدارس في الصين، كيف عم بعلموهم وبعقموهم ونظفوهم. ضلكم معنا. زي ما انتم شايفين هون بحاولوا يبعدوا الطلاب عن بعض، بعقموا الشنطة، بعقموا الإيدين. الولد لما يجي على المدرسة بعقموا له الأحذية، باخذوا منه الكمام بكبوها بالزبالة، هون بعقم إيديه، بعقم جسمه بطب جهاز أوزون،
بعدين بقيس درجة الحرارة. إذا درجة حرارته كويسة بدخل على المدرسة على الصف دايركت. طبعا كل مدرسة إلها طرقها وإلها. هذه أحد المدارس الثانية، زي ما أنتم شايفين هون الطلاب في بينهم مسافات وملبسينهم زي فيشيال ماسك، زي للوجه كامل. هون حاطين مثلا كيوبيك عشان الأولاد ما يشو يعني ما يمسكوا بعض. زي ما انتم شايفين هون بعده متر عن متر حاطين زي طبعا نزلوا من 20 طالب ل6 طلاب، زي ما انتم شايفين المسافات بين الطلاب. اهم اشي هي المسافات، السوشيال ديستنس بسموها. طبعا كل المدارس عندهم هذا المعقم اليدين، بس بتحط ايديك وبتعقم بتنزل المعقم. طبعا الكل لازم يغسل ايديه بالمي والصابون اقل اشي مرة كل ساعة، بين الحصص يعني. فاعتقد برضو هذا بالكافيتيريا زي ما شايفين كروس قاعدين، واحد هون واحد يمين واحد شمال، واحد يمين واحد شمال، معطينهم تعليمات كيف يقعدوا 3 متر عن بعض. بعض المدارس الثانية سكرت الكافيتيريا بشكل كامل، الطلاب بوكلوا في الكلاس روم في الغرفة يعني. طبعا في فرق كبير، في الطلاب اللي عندهم حرارة هدول يا بروحوهم على البيت يا بخلوهم لحالهم بدرسوا لحالهم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.